السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. الوصفه اللي غنشارك معكم هو ملوي مخمار على شكل فطير ميشلتيت، كيجي مورق ومقرمش وهشيش، كيحمق البنات، خطير جدا هذا الملوي. هذا هو المعتمد عندي منذ سنوات. اللي داقوا عندكم غادي يعجبوا. كيجي من ألد ومن أروع ما يكون، من أحسن الوصفات اللي ممكن تجربوهم. غادي نحتاجوا فيه زلافة ونص ديال دقيق القمح الفينو، زائد زلافة ونص ديال دقيق البيض الفورس. بالنسبة للمقادير بالجرام راني كتبتهم لكم. غادي نحتاجوا فيه 4 معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، خميرة الخبز، واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح، وملعقة صغيرة من السكر. وغادي نعجنوا بالماء اللي تيكون دافي، كنعجنوه في العجانه اولا بيدينا، كيبقى لكم الاختيار. المهم العجينه ديالكم خصكم تعجنوها واحد 30 دقيقه تقريبا، عطيو هاد الدليك مزيان حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي كيكون كيكون رطب وفي نفس الوقت شاد راسو، يعني ماشي داك العجينه اللي كتكون هكايا كتكون هكا زربنا عليها غير خلطنا صافي وجمعنا. باش يجيكم الملوي ديالكم هشيش وكيجي خفيف صراحه، تبعوا هاد الطريقه غتحصلوا على واحد الملوي غزال، ما غاديش تبقاو تستغناو عليه. هذه هي الطريقه اللي غتبقاو معتمدينها، لان انا اصلا هذه هي الطريقه اللي معتمدها منذ سنوات، ودائما كنوجدو ما كيحشمنيش، كنغطيها ونخليها ترتاح. دابا كندوزو نوجدو خلطه التوريق، فيها الزبده مذوبه، غنزيد عليها معلقه صغيره ديال خميره الخبز، غادي نحتاج شويه ديال السميده الرقيقه اولا دقيق الفينو والزيت. وهنايا عندي الزبده اللي مخلطه مع الخميره ديال الحلوه. كناخذ العجينه ديالي بعد ما كترتاح مده ديال 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، المهم كل ما ارتحت كل ما كتزيد تعطينا الطوع وكتجي هشيشه ورطبه. وشوفوا القوام ديالها، راها شاده راسها ومتماسكه ماشي جاريه، ولكن راها رطبه كدير الفقاعات. هنا كنعرفوا العجينه ديالنا مدلوكه مزيان وغتعطينا نتيجه مخيره. هنايا كناخذوا العجينه ديالنا كنقطعوها كويرات صغيرين، حيت الطريقه باش غادي نخدموه مختصره بلا تورق البنات. غادي نشدو كاي العجينه ديالنا بعد ما قطعتها كويرات، غنحطوهم في لاطه وندهنهم بالزيت ونغطيهم ونخليهم واحد 10 ديال الدقائق كيعاودوا يترخفوا. ضروري تعاودوا تخليهم يرتاحوا، لان الملوي او المسمن بصفه عامه السر ديالو من غير اننا نعجنوا العجينه مزيان هو انه خاصو يرتاح. كنجيبوا دابا العجينه ديالنا بعد ما كترتاح، غادي ناخذ 6 ديال الكويرات، غادي ناخذوا 6 ديال الكويرات، غادي نديروا وحده وسط وحده. غادي ناخذوا الكويره الاولى غادي نورقوها بالزيت، فقط بالزيت البنات. ومن بعد غادي ملي غادي نحسوا بها تورقات معنا، غادي ندهنوها بالزبده المذابه اللي خلطنا مع الخميره، وغادي ناخذوا شويه ديال السميده نرشوها بها، وغادي نطويوها بشكل عشوائي، طريقه اسهل منها ما كاين. يعني واخا تكوني عمرك ما صوبتي الملوي، هاد الطريقه هذه مضمونه، غادي يجيك ساهل وما فيش تماره، يعني دغيا دغيا كتكملي. وما تخافوش ديروا 6 ديال الكويرات وحده وسط وحده. هنايا كنجيبوا الثانيه حتى هي كنورقوها وكنديروا وسط منها الاولى، وكنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنسالي، وكنديروا وحده وسط وحده حتى كنكملوا دوك 6 الكويرات. هنايا الكويرات راه شتو معايا بعد ما كنورقهم ماشي كبار بزاف، غير كنديرهم هي صغيورين قد المشماشه، وهكايا باش كتجيوني وحده وسط وحده، كتجيني طبقات ديال العجين كيجيوني هما هادوك، ملي كيطيب ما كيجيش معجن نهائيا، كيجي على شكل طبقات مورقين، يعني بحال العجين المورق. غادي نستمر بحال هكذا حتى كنكمل هادوك 6 كاملين وحده وسط وحده. دائما كندهن بالزبده وكنرش بشويه ديال السميده، وكنبقى غاده حتى كنكمل، كنهزهم ونحطهم في لاطه وندخلهم للثلاجه تيبردوا شويه باللي ما وصل وقت التقديم ديال الملوي ديالنا، عاد غادي نبدا نطيب فيه. كنتمنى ان الطريقه والكيفيه تكون واضحه معكم، راها ساهله، وهذه طريقه معتمده عندي من زمان، بحال الطريقه ديال الفطير الميشلتيت، كيجي بها مرق وشيش وخفيف من الداخل. كنحطوهم هكايا في هاد السينيه اولا في لاطه، وكندخلوهم للثلاجه حتى كنبغيو نطيبو، عاد كنجبدوهم وكنورقو. دابا ملي ومن هانيت كيترخفو وديك البروده كتزيد تساعدهم باش كيجيو مرقين على شكل طبقات. صافي دابا كنمشي للكويره الاولى، كندهنها بشويه ديال الزيت، كنجيب المقله كنسخنها مزيان، كنرشها بالزيت وكنحط فيها الكويره ديالي اللي سرحتها، كنسرحها حيت درنا 6 ديال الكويرات وحده وسط وحده، كتعطينا ملويه كبيره، يعني كنورقوها كتولي واحد الملويه كبيره قد المقله هكا. طيبوا في شي مقله كبيره ماشي صغيره، باش العجينه ديالكم تلقى فين تورق وفين طيب.
غير كنحطها، مجرد ما كنحطها المقله راه سخونه كنقلبها على الوجه الثاني، وكنبقى هكا غدا معها كنبقى نقلب فيها، ما كنخليهش على جهه واحده بمره باش ما يتحمرش ليا غير من جهه ويبقى من جهه اخرى خضر، باش كيجيني كله محلول وخاوي ومفشفش من الداخل وفي نفس الوقت مقرمش من على برا. كندير عاوتاني شويه ديال الزيت، كنحيد هذيك كنحطهم فوق شي توب نقي باش ما يعرقوش ليا، وكندوز عاوتاني نطيب الثانيه. غير كنطيب الاولى كنحلها بيديا، كنحاول نضرب بها واحد شويه باش كتحل، عاد كنبدا نطيب الثانيه. هنايا كندوز عاوتاني نطيب الثانيه، كندهن كنرش دائما المقله بشويه ديال الزيت، وكنحط فيها المسمنه ديالي او الملويه، وكنقلب كنبقى هكا نقلب فيها حتى كطيب من جوج ديال الجهات. داك التقلاب كيخليها تجي مرقه ومفروقه ورقه على اختها، دو حيت درنا 6 ديال الكويرات كتجي كل طبقه مفروقه على اختها. اللي باغي يدير مثلا غير بغى يجرب بغى يدير غير 4 ولا 3 ديال الكويرات ممكن، ولكن راه بستة كيجي هكايا واحد الملويل اللي كبير وعاطي العين. شوفوا معايا الهواء كيدخل لها من الداخل، كتجي بحال البطبوطه او الخبزه منفوخه، داك الهواء دخل دوك الطبقات كاملين يعني جاو مفروزين. صافي كناخذها كيف قلت لكم غير كطيب كنهزها وكنبقى نضرب بها باش كيزيد يتفرق. شوفوا معايا كيفاش كيجي واحد الملوي غزال غزال كيشهي، ضروري تجربوه واحد المذاق ما نعاودش لكم، خصكم تجربوه باش تعرفوني علاش كنهضر. وهكا يقدموه للضيوف ديالكم على مائده الافطار ديال يوم العيد او لا مائده الافطار ديال رمضان، في سائر الايام راه كيجي غزال ومتكدا، غادي تعتمدوا حتى نتوما كيف معتمده انا. هو اللي كندير دائما صراحه كيعجبني، ملي كنبغي نصاوب هكايا مخمر كندير هذا، كيجي غزال في الشوفه ديالو في المذاق ديالو، وكيتقدم سخون هكايا مقرمش ومورق من الداخل وخفيف خفيف وهشيش هشيش. البنات ملي كتاكلوه ماشي بحال داك الملوي اللي كيجي هكا كيتجبد بحال لاستيك وكيجي يعني ما كيعجبش صراحه، كيجي بحال كيجي داك الدقيق ماشي هو، اولا كتجي ديك العجينه ما مدلوكاتش مزيان، داك كيجي خفيف كيمشي معاك بسهوله. كتقدميه مع الزبده ولا العسل، كتقدميه غير هكذاك مع زيت الزيتون، كتقدري تاكلي غير هكا كيجي من اروع ما يكون. تقدروا تحضروا واحد الكميه كثيره وتحتفظي بها في المجمد، راه ملي كتسخنيه كيطرى بحال الا عاد طيبتيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، الا عجبكم ما تنساوش تخليوا لايكات وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.